معانا فاروق صلاح وكريم احمد. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من استاد الاهلي والسلام. وواحده من مؤجلات الاسبوع السادس عشر هي مواجهه فريق النادي الاهلي مع فريق الجونه. مباراه طبعا صعبه جدا وفي محطه من المحطات المهمه جدا لفريق النادي الاهلي يا كابتن ايمن، في ظل يعني ضغط المباريات وتلاحم وظروف صعبه جدا بيعيشها فريق النادي الاهلي. كل يومين بتلعب مباراه، وبالتالي مستر بيتسو موسيماني بيلجا لعمليه الروتيشن والتدوير اللي بيعمله ما بين اللاعبين. بنشوف النهارده زي ما حضرتك استعرضت التشكيل، بيدي الفرصه لناصر ماهر من بدايه اللقاء يعني على حساب مجدي قفشه، وايضا اكرم توفيق وديانج بدلا من السوليه. زي ما حضرتك استعرضت التشكيل وقلت التشكيل، يعني لو حطينا الجمهور اكتر في ظروف النادي الاهلي، مران واحد بس يا كابتن ايمن اللي اداه فريق النادي الاهلي، وكان بالامس على استاد مختار التتش في حضور الكابتن محمود الخطيب. عارف يعني نظرا لضيق الوقت جدا، مفيش وقت انت تشتغل على احمال او تشتغل على جوانب فنيه او جوانب خططيه، بيبقى في اضيق الحدود جدا بتحاول تشتغل على بعض الكرات الثابته او الجمل الفنيه. ولكن مستر بيتسو موسيماني بيبقى حريص ان هو يعيدها اكتر من مره، يعني بيحاول ان هو يتجنب ويدي الفرصه لكل اللاعبين، وايضا وجود مجموعه من اللاعبين الناشئين. ايضا النهارده بقى التفاصيل اليوم وكواليس اليوم في فندق الاقامه، طبعا كان الحدث الاهم طبعا هو قرعه دوري الابطال. وزي ما حضرتك استعرضت طبعا اللعيبه لم تتطرق للحديث عن القرعه كابتن ايمن، اللعيبه مركزه تماما في مباراه الجونه. ايضا الفريق والجهاز الفني عايز يمشي واخد الخطوات خطوه بخطوه، ناخد الجونه ثم غزل المحله ثم الاتحاد ثم الزمالك. ولكن يعني مستر بيتسو موسيماني او يعني بعض افراد الجهاز الفني قال لك احنا النادي الاهلي ما كانش فارق معانا هنلاعب الترجي او هنلاعب الوداد او هنلاعب فريق صن داونز، ان شاء الله احنا بندافع عن بطوله افريقيا، بندافع عن بطوله الدوري وعن كاس مصر. النهارده ايضا طاقم تحكيم لهذا اللقاء بقياده محمد عادل حكم الساحه بيعاونوا شريف عبد الله ومحمد عزازي، الحكم الرابع محمد فاروق، اثنين لتقنيه الفيديو صبحي العمراوي وحماده القلاوي. انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. معانا كريم احمد. مساء الخير يا كريم. اهلا بيك طبعا كابتن الكبير كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك والكابتن طبعا كل جمهور النادي الاهلي. تحدي جديد في ظل ضغط رهيب الحقيقه للمباريات لفريق النادي الاهلي، الاهلي والجونه هنا طبعا على استاد الاهلي ويا سلام. يا رب ان شاء الله باذن الله كل التمنيات لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه مع الضغط والاجهاد الكبير، لكن خلاص هو قضاء وقدر كل المباريات لابد يكون في جاهزيه تامه لكل اللاعبين، فان شاء الله النهارده يكون اليوم موفق للاعبي النادي الاهلي. يمكن الجو عايز ابدا معاك بيها كابتن ايمن، شفت طبعا صباحا كان في درجه حراره قاسيه ويمكن قويه جدا، لكن الحقيقه في هذه التوقيت يعني الجو مميز جدا، ان شاء الله يكون اشاره لاداء مباراه مميزه لفريق النادي الاهلي. يمكن زي ما زميلي فاروق صلاح طبعا اتكلم على الكواليس الخاصه ومعلومات فريق النادي الاهلي، اكلمك طبعا على الاستعدادات الخاصه لنادي الجونه تحت القياده الفنيه طبعا للكابتن رضا شحاته، اللي اتكلم على نقطه مهمه جدا طبعا مع التحضير الفني. يمكن حفز اللاعبين واكد على نقطه مهمه جدا هو استغلال حاله الاجهاد اللي فيه لعيبه النادي الاهلي. يمكن طبعا ده اكيد حق مشروع طبعا لكل المديرين الفنيين اللي بتقابل فريق النادي الاهلي، لكن اكيد الكل هيشتغل على هذا الامر، وده امر اكيد هيبقى مؤثر بشكل كبير لعيبه النادي الاهلي. الغيابات والاصابات كبيره الفتره اللي فاتت، لكن مع التحضير الجيد مع بيتسو موسيماني ولعيبه النادي الاهلي وشخصيه كل لاعب اللي بنشوفها في كل المباريات بتخلينا عندنا طمانينه شويه. لكن اكيد حق مشروع للكابتن رضا شحاته طبعا وكل لعيبه النادي الاهلي يكون في طمع بلغه الكوره في هذه المباراه مع خساره في كاس مصر الاخيره وخروجهم امام اسوان، لكن ان شاء الله باذن الله المباراه تكون جيده، بيتسو موسيماني يكون قارئ المباراه بشكل جيد جدا. كمان يمكن تعرف في كوكبه كبيره من نجوم النادي الاهلي كانت متواجده في صفوف فريق النادي الاهلي من نادي الجونه، فان شاء الله نشوف مباراه جيده للفريقين، لكن اكيد كل التمنيات في البدايه والنهايه تكون لفريق النادي الاهلي والحصول على ثلاث نقاط يساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا في الوصول الى القمه ومنها الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. دي كانت ابرز الكواليس يا كابتن ايمن حتى هذه اللحظه في استاد الاهلي والسلام، لكن هنكون مستمرين معاك لحظه بلحظه عقب انتهاء المباراه، وان شاء الله نبارك لفريق النادي الاهلي على فوزه على فريق الجونة. عودة لك من جديد والكابتن أيمن شوقي. شكرا جزيلا للزملاء الأعزاء فاروق صلاح وكريم أحمد.